الجيش العراقي يحرر قرى وأحياء جديدة في تل عفر. الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج المدنيين من الرقة. وتوسع دائرة الخلاف بين ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش في تغريدات له على موقع تويتر، قال إن القرار القطري بإعادة السفير إلى طهران تصاحبه حملة تبرير واسعة ومرتبكة. وأكد قرقاش أن قرار إعادة السفير القطري إلى إيران يمثل حالة الاستدارة الذي تمارسه قطر في موقفها تجاه اليمن وإيران. إلى العراق، حيث حررت القوات الأمنية العراقية 5 قرى جديدة تقع على الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة تل عفر بحسب ما جاء في بيان صادر عن الجيش العراقي. وأضاف البيان أن القوات العراقية حررت أيضا 3 أحياء هي النور والمعلمين في الشرق والوحدة في الغرب، وسيطرت على عدد من المباني الاستراتيجية في العملية. أوضح البيان أن التقدم الجديد زاد الخناق على أفراد داعش المتحصنين في المدينة. بعدما شهد العراق حروبا أرهقت كاهله، وبعدما تكبد خسائر في الأرواح وفي البنية التحتية إضافة إلى الخسائر المادية، تأتي دراسة أمريكية لتبين لنا وتؤكد بأن العراق يحتل المرتبة الأولى في أكثر التفجيرات الدموية في العالم. التقرير التالي والتفاصيل. أفادت دراسة أجرتها جامعة ميريلاند الأمريكية أن عام 2016 الماضي شهد أكثر من 108 تفجيرات إرهابية، حصل 87% منها في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وذكرت الدراسة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت 10 من أصل 11 عملا إرهابيا عضوا الأكثر دموية، كان للعراق النصيب الأكبر منها ب9 أعمال إرهابية، وأن أعلى حصيلة للضحايا سجلت في شهر يوليو تموز الماضي في بغداد بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة داخل مركز تجاري في حي الكرادة، ما أوقع 382 قتيل. وأشارت الدراسة إلى أنه في عام 2016 شهد العالم أكثر من 13400 عمل إرهابي بحصيلة بلغت أكثر من 34000 قتيل من المدنيين. وبلغ عدد القتلى بسبب التفجيرات الانتحارية في عام 2016 11600 قتيل بحسب الدراسة السنوية التي يجريها الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والتصدي له ستارت في جامعة ميريلاند. وتشير الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني لجامعة ميريلاند إلى أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام السيارات كوسيلة لتنفيذ الاعتداءات بدعس المرة في عام 2016، وتؤكد الدراسة على أن هذا التكتيك سبق وأن استخدم من قبل، إلا أن وتيرته ونسبة الوفاة بسببه ارتفعتا بشكل ملحوظ في العام الحالي. تعد مدينة تل عفر أخي أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال العراق، وتقع المدينة في منتصف الطريق بين مدينة الموصل والحدود السورية التي يحتل أجزاء منها أفراد التنظيم المتطرف، ما يجعلها نقطة محورية في عملية تحرير المناطق من التنظيم وقطع خطوط إمداده. أهمية تل عفر الجيوستراتيجية في تقرير الزميلة حنان ظاهر. تل عفر البلدة المغلة في القدم والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين عندما كانت جزءا من الإمبراطورية الآشورية، بلدة احتوت آثارا من كل العصور التي عاشتها أبرزها قلعة من العهد العثماني، لكن تاريخها العريق استهدفه تنظيم داعش عندما اجتاحها عام 2014 وفجر بعضا من أسوار قلعتها. معركة تحرير تل عفر التي أعلنت عنها القوات العراقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، فللمدينة موقع محوري بين منطقة الموصل والحدود السورية، وتحريرها سيشكل انتصارا جديدا في المعركة ضد التنظيم المتطرف. وقال نائب القائد البريطاني للتحالف الدولي ضد داعش روبرت جونز إن تحرير مدينة تل عفر وبقية مدن محافظة نينوى
سيشكل أساسا لإنهاء الوجود العسكري لداعش في شمال العراق. وأضاف أن القوات العراقية تخوض أصعب معركة حضارية منذ الحرب العالمية الثانية. ويستخدم تنظيم داعش تكتيكات جديدة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من خلال زرع العبوات الناسفة على أعماق كبيرة، ويركز القتال في أحياء تل عفر. على الرغم من ذلك، تتقدم القوات العراقية في معارك مدينة تل عفر من 3 محاور وبشكل سريع، فبحسب العمليات المشتركة تم تحرير 23 قرية في محيط تل عفر، كما أعلنت القوات العراقية دخولها إلى حي الوحدة ثاني أحياء قضاء تل عفر، في حين وصلت القوات العراقية إلى مشارف ناحية المحلبية شرق تل عفر بعد السيطرة على 75% من الجزيرة جنوب شرق القضاء. يذكر أن تنظيم داعش استخدم بلدة تل عفر مركزاً للتجمع في حزيران يونيو عام 2014 للهجوم على الموصل. دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20,000 مدني محاصرين في مدينة الرقة السورية بالخروج منها، وحثت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية في المدينة. وأشار يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إلى ضرورة عدم مهاجمة المراكب في نهر الفرات وعدم المغامرة بتعريض الفارين لضربات جوية لدى خروجهم. شن الجيش اللبناني قصفا مكثفا على مواقع لداعش في وادي مرتبية في جرود لبنان الشرقية في إطار عملية فجر الجرود، بحسب بيان صادر عن الجيش. وأضاف البيان أن مدفعية الجيش استهدف سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين لتنظيم داعش في منطقة وادي مرتبية، كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر، محققة فيهما إصابة مباشرة. في الشأن اليمني، نقلت وسائل إعلام يمنية اندلاع اشتباكات بين أنصار الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح والمتمردين الحوثيين يوم أمس قرب ميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء. التقرير التالي والتفاصيل. تتسارع الأحداث على الأراضي اليمنية في المرحلة الحالية، خاصة مع اتساع رقعة الخلافات بين ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح، في ظل انطلاق فعاليات مهرجان إحياء الذكرى 35 لتأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام التي دعا إليها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتسببت باستنفار حلفائه في جماعة الحوثي ليشهد تحالفهما حالة غير مسبوقة من الخلاف والتراشق، وهو ما استدعى من الحوثيين الإعلان عن إقامة 4 مهرجانات تتزامن مع مهرجان صالح بصنعاء. وعلى الرغم من دعوات التهدئة التي أطلقتها قيادات الطرفين مساء الأربعاء، إلى أن الحوثيين اعترضوا المئات من أنصار صالح والموالين له أثناء قدومهم إلى صنعاء للمشاركة في المهرجان، علاوة على تنفيذ اعتقالات لبعض الأشخاص الذين يقومون بعملية حشد أنصار صالح، ومحاولة اغتيال لعلي عبد الله صالح صباح الخميس من قبل الحوثيين بجوار منزله. وعلى الرغم من محاولة الساعات الأخيرة لصالح والحوثي تهدئة الموقف الذي شهد توترا وحربا إعلامية أنذرت بانفجار صراع مسلح بين الطرفين، خصوصا في الأيام المقبلة مع توسع دائرة الخلاف وسيل الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، إلى أن مراقبين سياسيين يؤكدون أن ما بعد مهرجان 70 ليس كما قبله إطلاقا، وأن الاتفاق الكلي بين الطرفين قد انتهى. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن نعود بعد فاصل قصير. أحييكم من جديد. كشفت كوريا الشمالية عن تصميم جديد لصاروخ باليستي عابر للقارات تعمل على إنتاجه، أطلقت عليه اسم هاوسونغ 13، وهو أكثر قوة من الصواريخ التي اختبرتها سابقا. وقال خبراء عسكريون إن مثل هذا الصاروخ إذا تم تطويره سوف يكون باستطاعته الوصول إلى أي مكان على الأراضي الأمريكية، بما في ذلك واشنطن ونيويورك. فتحت كوريا الشمالية أبوابها أمام السياح الروس بإصدار أول ترخيص لشركة سياحية في موسكو، واعدة عملائها بانغماس كامل في حضارة البلاد التي تقول إنها أكثر أمانا من المشي مساء في لندن. وتقدم الشركة الروسية التي حصلت على ترخيص من حكومة كوريا الشمالية رحلات منظمة لمجموعات تصل إلى 10 أشخاص لتطلع المسافرين على الأوجه المتعددة للحياة في أكثر الدول انغلاقا.
أظهرت أرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 540 مدنياً على الأقل قتلوا أو خطفوا أو جرحوا بهجمات نسبت لجماعة بوكو حرام الإرهابية منذ شهر شباط فبراير من عام 2015 في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس بريس إن بعض الضحايا قتلوا بالرصاص أو بعمليات انتحارية أو أحرقوا أحياء أو ذبحوا. قتل 5 أشخاص بكمين نصبته جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرقي نيجيريا بعد أيام من تفجيرات انتحارية أودت بحياة 28 شخص وفق ما ذكرت مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن 5 قتلوا بعد قيام جماعة بوكو حرام باستهداف قافلة شاحنات كانت تحت حراسة عسكريين وميليشيات مدنية تقاتل ضد بوكو حرام في قرية ميلاري في مقاطعة كوندوغا النيجيرية. وعد الجنرال جون نيكلسون قائد القوات الأمريكية في أفغانستان أن تقوم بلاده بدعم بري وجوي لقوات الأمن الأفغانية لإبادة فرع تنظيم داعش في البلاد وسحق فلول تنظيم القاعدة. وقال نيكلسون للصحفيين من العاصمة الأفغانية كابول إن الاستراتيجية الجديدة للرئيس دونالد ترامب من أجل أفغانستان التي أعلنها سابقاً تشكل وعداً للأفغان بأنهم معاً يمكنهم هزيمة الإرهاب ومنع جماعاته من تأسيس ملاذات آمنة لها. على مدى السنوات الثلاث الأخيرة تواتر ظهور حمزة بن لادن في أشرطة صوتية صادرة عن القاعدة عقب تعرض قيادة التنظيم بزعامة أيمن الظواهري لأزمات عدة. وانتشر الحديث في أوساط مؤيدي التنظيم حول إمكانية أن يستلم حمزة بن لادن قيادة القاعدة، فكيف سيؤثر ذلك على التنظيم؟ نتابع. سبق وتحدثنا في تقرير سابق عن حمزة بن لادن واحتمالية أن يكون قائدا لتنظيم القاعدة، كما أشيع خلال الأشهر الماضية في مواقع إلكترونية موالية للتنظيم. وعرضنا تساؤلا مفاده هو إن تم ذلك فكيف سيؤثر على مقاتلي ومؤيدي القاعدة، وإضافة إلى ما ذكرناه آنفا عن أن القاعدة تعارض انتقال السلطة عبر السلالة وتثبت فشلها وخلوها من القادة الأكفاء وتظهر شخصية حمزة الضعيفة وانعدام خبرته. نضيف اليوم نقطتين هامتين تكشفان المزيد عن تأثير ذلك على القاعدة. الأولى هي تطرف حمزة، حيث يبدو هذا الشاب مستعدا لأن يتخطى حدود والده وأن يخوض في عالم وحشية داعش حتى يظهر بصورة الشخص القوي والشديد بأعين عامة الناس. وإذا ما قرن بأفعال والده فإن أسامة بن لادن كان يسعى إلى تقليل الهجمات ضد الأبرياء في محاولة لخداع الناس، أما ابنه فهو على استعداد ليخاطر بشكل أكبر من أجل أن يبدو شديدا ويعزز صورته الضعيفة. ثانيا هو الانقسام في قيادة القاعدة العليا، فمنذ وفاة أسامة بن لادن كان الظواهري حريصا على استغلال اسم بن لادن للتعويض عن فشله الخاص، والدليل على ذلك هو إصدار الظواهري سلسلة من أشرطة الفيديو بعنوان أيام مع الإمام كذريعة لمواصلة الإصغاء إلى ما كان يسميها بن لادن أيام المجد. والآن يستخدم الظواهري حمزة لتحقيق ذلك ويعتبره دمية يستخدمها كيفما يشاء لتخفيف الضغط الذي يتعرض له. في نهاية الأمر أيا كان الجانب الذي سيطغى فإن حمزة سيكون هو الخاسر، وكما هو الحال مع العديد من الرجال الآخرين في القاعدة فإن قيمة حمزة الوحيدة في التنظيم هي أن يكون وقودا لمحرقة الظواهري، بحيث يمكن للظواهري أن يمدد عمره لفترة أطول بقليل. إذن فما هي القيود الملتفة حول عنق حمزة بن لادن، وهل بإمكانه أن يتحرر منها؟ ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها قسيمة واحدة تفوز ب 758 مليون دولار في اليانصيب الأمريكي.
فازت قسيمة لسحب اليانصيب الأمريكي بجائزة ضخمة قدرها 758 مليون و700 ألف دولار، وهي أكبر جائزة تربحها قسيمة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. وأمام الفائز سنة فقط ليتقدم بقسيمته ليحصل على جائزة، لكنه أمام احتمالين: إما أن يتقاضى المبلغ بالتقسيط على مدى 30 عام، وإما يحصل على الجائزة دفعة واحدة، لكنها في هذه الحالة تنخفض إلى نحو 480 مليون دولار. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، رقاقة تحافظ على العمود الفقري مرنا. إذا مشاهدينا، جاء في تفاصيل هذا الخبر الصحي: طور باحثون بريطانيون رقاقة تزيل آلام الظهر الشديدة تماما وتحافظ على بقاء العمود الفقري مرنا من خلال منعها احتكاك العظام ببعضها أو بالأعصاب. وبحسب الباحثين، فإن الرقاقة لا تقيد حركة المريض، بل تجعله يمارس نشاطاته دون شعور بآلام الظهر المزعجة. واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية: إطلاق أول خدمة للتوصيل بطائرات من دون طيار في العالم في أيسلندا. بدأت أيسلندا في تشغيل أول خدمة في العالم للتوصيل عبر الطائرات من دون طيار في عاصمة أيسلندا، إذ تنقل تلك الطائرات مجموعة من السلع بما في ذلك المنتجات من محل البقالة والمطاعم أسرع بكثير من عربات التسليم. ومن صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين، التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: الآن يمكنك التقاط صورة 360 درجة من فيسبوك. أطلق موقع فيسبوك تحديثا جديدا يساعد المستخدمين في التقاط مقاطع مصورة ب 360 درجة من خلال تطبيق فيسبوك وتحميلها على الفور للعرض على التايم لاين داخل الألبومات أو المجموعات. وختاما مشاهدينا، من صحيفة الأيام البحرينية: في اليابان راهب آلي لأداء الجنازات. كشفت شركة يابانية النقاب عن راهب آلي تمت برمجته للمساعدة في القيام بمهام في معابد بوذية، بينها تلاوة الكتاب المقدس عند البوذيين في مراسم الجنازات. ونشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل أخير: شاب سعودي يساعد قطة على المشي من خلال اختراع أرجل خلفية متحركة. أحييكم من جديد. تمكن الشاب السعودي سلمان التميمي من مساعدة قطة على المشي مستفيدا من عمله في مدينة الأمير السلطان الإنسانية لذوي الاحتياجات الخاصة بالتوصل لاختراع أرجل خلفية متحركة لها. نتابع التقرير التالي. عندما يمتلئ القلب بالرحمة ويتسم الإنسان بالأخلاق، عندما تكون حركة المشاعر نابعة من القلب، لا وجود للمستحيل. سلمان التميمي الرجل المناسب بالمكان المناسب. سلمان لم يجعل اختصاصه الوظيفي قصرا على البشر، بل استغل علمه لمساعدة حيوان عاجز عن الحركة. طبعا الفكرة جتني، أنا شغال في مدينة سلطان الإنسانية، عندنا يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. في البداية هي طبعا قصة هذه القطوة جابها واحد من أخويانا عندنا في استراحة، كانت موجودة لها أكثر من يوم أو يومين. بعد فترة كان زي اللي يمزح معي ويقول: انت اخصائي وعندك ما تشوف يعني ذوي احتياجات خاصه، ممكن لو تقدر تسوي لهذه شيء، يلا هذه تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا ان عندنا الجباير ونشتغل على الجباير، فكرت في فكره انا زد لقيتها طبعا موجوده، حتى هذه اللي الاشكاليه اللي موجوده الان، لما نزلت المقطع قالوا ان هذه الفكره موجوده من اول. انا فاهم ان الفكره موجوده من اول، لكن غير موجود، ما عندنا مراكز متخصصه ممكن للحيوانات التاهيل. أي حظ جميل أتى بهذه القطة ليلقي بها أمام هذا الشاب، وهل لبقية الحيوانات العاجزة فرصة؟ طبعا بالنسبة لأنها تتطور الفكرة، الفكرة هذه ما تتطور قد يكون من عندي أنا، الفكرة هذه قد يكون تطور بأن يكون هنالك أشخاص أو مراكز متخصصة للشيء هذا، وقد يعني تكون متبنية سواء من الدولة أو من قطاع خاص أو من أشخاص معينين. أنا هذه فكرة قد يكون أقول أنا جبتها وحطيتها ونزلت المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي، فيه تفاعل، هذه للناس اللي
ممكن أي واحد حاب أنه ياخذ الفكرة أو ممكن أنه يسألني عن الفكرة كيف سويتها، ممكن أني أساعده فيها، ممكن أي شخص ممكن أنه يطبق هذا الشيء. شكرا لك سلمان التميمي. وإن لم تنطق بها تلك القطة فسعادتها الواضحة عليها تقول لك شكرا. علاج حديث للأطفال المصابين بانحراف وتشوهات العمود الفقري عن طريق حزام يتم تصنيعه خصيصا لكل مريض بعد أخذ المقاسات بالحاسوب ثم تطبيقه بتقنية الطابعة ثلاثية الأبعاد. تفاصيل أكثر مشاهدين في التقرير مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي. نتابع. تشوه العمود الفقري عند الأطفال هي حالة مرضية تسبب ميلان واستدارة الفقرات، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي لانحراف العمود الفقري، ومنها شلل الأطفال وبعض الأمراض الوراثية. ويتم حاليا علاج مرض الإعوجاج عند الأطفال الصغار بواسطة حزام يصنع خصيصا لكل مريض على حدة عن طريق طابعة ثلاثية الأبعاد، وتستعمل فقط عند النوم، وله مميزات علاجية أفضل من أنواع الأحزمة السابقة بحيث يسيطر على انحراف العمود الفقري بشكل أفضل. فواحدة من أكبر المشاكل اللي تصيب المجتمع هي انحرافات الظهر عند الأطفال. لو كان الكشف المبكر يجرى عليها ممكن انه تعالج بجاكيت او حزام اللي احنا نسميه بريس، وهذا يغني عن مشاكل كبيره من مساله انه تفاقم الانحراف وزياده الانحراف الى درجه يصل الى مرحله العمليه. والعمليه يعني تجرى بنجاح والحمد لله، ويعني صار لي سنين طويله اجري هذه العمليات، بس احنا نحب نتجنب هذا الشيء. طيب، من ناحية العلاج احنا دخلنا في الإمارات وبحمد الله أحدث بريس أو جاكيت في العالم، واللي هم يقال عنه كاد كام تكنولوجي. هذا الشيء هو معناه أنه الحزام يصنع بتقنية الكمبيوتر، والقياسات تؤخذ في الإمارات، الأشعات تؤخذ في الإمارات وتبعث إلى شركة في أمريكا ويصنع الحزام هناك ويرد علينا. هذا الحزام يستعمل فقط عند النوم في الليل. في فوائد كثيرة، عدا مسألة أنه التصنيع بتقنية الكمبيوتر ما راح تأثر على نفسية الطفل، لأنه الأحزمة البقية كلها الموجودة في العالم هي 16 إلى 23 ساعة في اليوم، تأثر على نفسية الطفل خصوصا لما نحن نتكلم عن أطفال في عمر البلوغ، يعني هذا السن الصعب. الشيء الثاني مسألة عدم التأثير السلبي على ضعف العضلات، العضلات ما راح تضعف لأنه فقط عند النوم. والشيء الآخر هو التعديل يكون أفضل في الحزام، يعني السيطرة على الانحراف يكون أفضل في هذا الحزام. صنع مجموعة من الطلاب المصريين آلة يقولون إن بوسعها إنتاج وقود من إطارات السيارات المستعملة، وبحسب الطلاب فإن تلك الآلة تقوم بتسخين الإطارات حتى وصولها لمرحلة التبخر، وبعد ذلك يتم إدخال البخار في مكثف، ومن ثم تتكون مادة تكون أقرب إلى وقود الديزل. دخل مصطلح الهاشتاج للتغريد مع السرب بشكل أكثر حيوية وتوسعا، دخل عالم هاشتاج تويتر وهاشتاج الإنترنت ليصبح شعارا يتم تداوله مع كل حدث أو مناسبة اجتماعية كانت أو سياسية. وما بدأ قبل 10 أعوام كبادرة فردية من شاب مع أصدقائه للتعليق على تجمع أقاموه معا، بات ظاهرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميلة آية تائب ترسل لنا آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاج ترند. مساء الخير. لم يعد يمر نص مكتوب على مواقع التواصل الاجتماعي دون تضمينه بهاشتاج يختصر الفكرة أو يدعو لنشرها. وما بدأ من قبل 10 أعوام كبادرة فردية من شاب مع أصدقائه أصبح ظاهرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أثارت العديد من الهاشتاجات الاهتمام في السنوات الأخيرة، سواء كانت من أجل التضامن أو لسرد قصص أو تجارب أو للتعبير عن الحزن والغضب، مثلما تضامن الناس في جميع أنحاء العالم على تويتر مع ضحايا الهجوم على مكتب تحرير المجلة الفرنسية الساخرة تشارلي إبدو عبر الهاشتاج جسوي تشارلي. وفي ألمانيا ظهر هاشتاج ريفيجيز ويلكم للترحيب باللاجئين. أطلقت شركة سامسونج هاتفها الذكي جالكسي نوت 8، وشهد احتفال هذا العام متابعة ملفتة بعد الإخفاق الذي وقعت فيه الشركة بسبب انفجار بطارية هاتف نوت 7 الذي أصدرته الشركة العام الماضي.
تعد مصر واحدة من أبرز دول العالم وموطن أقدم الحضارات التي عرفها الإنسان، وانتشر هاشتاج مصر تشتهر بي على تويتر ليحتل الترند عالميا، وشارك العديد من رواد موقع تويتر بتغريدات تتحدث عن أم الدنيا. ونقلت إيناس أن مصر تشتهر بموقعها الجغرافي الذي جنن العالم، وتعتقد أن ما فيش دولة ظهرت غير احتلت مصر طمعا في موقعها وثرواتها. واكتفى تيمون بصورة لصحن الكشر الشهير تعليقا على أكثر شيء تشتهر به مصر، وفي نفس السياق كتبت ملهمة الفول والطعمية والأهرامات وأهلا يا برنس. وبين الثقافة والفن والتاريخ والأكل اجتمع رواد موقع تويتر على حب أم الدنيا. نسمع دائما عن خلطات لعلاج الشعر وقد تحتوي بعضها على البيض والزيوت، ولكن صالون تجميل وتصفيف الشعر بلبنان تخطى كل التوقعات، إذ يستخدم الصالون الشوكولاتة لعلاج شعر النساء وتقويته، وذلك في مسعى لزيادة الاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المغذيات الكيماوية. انتظرونا غدا مشاهدينا في أخبار جديدة وترند جديد على هاشتاغ ترند. في أخبارنا الرياضية، حصل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا خلال الموسم الماضي، متفوقا على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني وبوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي. كما اختير رونالدو أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إلى جانب زميله الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب وسط، وسيرخيو راموس أفضل مدافع، فيما اختير بوفون أفضل حارس. أوقعت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ريال مدريد حامل اللقب في مجموعة قوية إلى جانب بروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوسبير الإنجليزي، فيما فرضت صداما قويا مبكرا بين يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني. وكانت القرعة التي سحبت يوم الخميس في موناكو رحيمة بليفربول الإنجليزي الذي يعود للبطولة الأكبر على مستوى الأندية في أوروبا، حيث وضعته في مجموعة سهلة نسبيا. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين: الجيش العراقي يحرر قرى وأحياء جديدة في تل عفر، الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج المدنيين من الرقة، وتوسع دائرة الخلاف بين ميليشيات الحوثي وعلي عبد الله صالح. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.